يا مساء الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ لايف على ناين لايف. كل سنه وانتم طيبين، وهفضل اقول كل سنه وانتم طيبين لغايه عيد الفطر باذن الله. النهارده قلنا نكسر شويه البروتين بقى، اللحمه والفراخ والبط اللي احنا عمالين ناكلهم من بدايه الشهر الكريم، فقلنا نعمل سمك. تمام، انا النهارده المنيو بتاعتي كويسه وهتعجبكم، ايه رايكم ننزل بيها على الشاشه وتعرفوا انا هعمل ايه؟ انا النهارده معايا سمك فليه بالزعتر، ومعايا رز بالجمبري، ومعايا بابا غنوج، ومعايا عصير ليمون بالنعناع. يعني لازم الليمون مع السمك، فسمك فليه وبابا غنوج وارز بالجمبري وعصير ليمون بالنعناع. تمام كده، يلا بقى تعالوا لي يلا تاني بسرعه بقى كده نشوف هنعمل ايه. احنا هنبتدي النهارده بالسمك الفليه عشان نتبله. هتنزل المقادير بتاعته حالا على الشاشه وهقول لكم هنعمل ايه، وهقول لكم تكاتي فيه. يلا، انا معايا سمك النهارده الفليه اللي انا جايباه سمك بلطي، معايا توم وعصير ليمون وخل وكمون وكزبره ناشفه وكركم وعود شبت، ومعايا ملح وبصل وفلفل الوان وزعتر فريش. يلا هقول لك معايا ايه تاني. معايا توم وعصير ليمون وخل وكمون وكزبره ناشفه وكركم وعود شبت وملح وبصل وفلفل الوان وزعتر فريش. صوري، سجلي، خليكي معايا، هنعمل حاجة خفيفة وحلوة قوي واقتصادية مش غالية. ممكن نعمل بأي نوع سمك فليه، ممكن نعمل الدريسنج دي كمان لأي نوع سمك تاني ندخله الفرن، الدنيا تبقى بسيطة فيه ومش وما فيهاش كالوريز، ما فيهاش دهون كتير. يعني انتوا هتحسوا ان انا عاملاه النهاردة بمعلقتين زيت بس. اجيب سكينتي اللي انا بقعد كل مرة ادور عليها. نعمل ايه بقى؟ اقول لكم نعمل ايه. احنا هناخد هنا بس نص بصلايه من البصل بتاعي في الخلاط بقى بتاعك او شريها، وهنزل بكل كميه التوم بتاعتي. تمام كده، وهحط الخل، وهحط عصير الليمون، واروح جري على الايه الماشين بتاعتي كده، نضربهم ضرب ناعم قوي. كافي كده، نضيف مكاننا كده، بس هنزل في بولة عشان انزل بقية التوابل. طبعا الخطوة دي احنا لو عملناها من الصبح مثلا قبل ما انزل الشغل هتبقى كويسة جدا. هنزل بقى بكل حاجة بعد كده، الكزبرة الناشفة، الكمون، الكركم. تمام، يعني والله ده انت لو مش متبله وجيتي من الشغل تبلتي وسبتيها ساعه ولا ساعتين ودخلتيها الفرن قبل الفطار بشويه هتبقى تمام جدا. تمام كده، اهو بس الحاجات دي اوديها هناك. انتوا معاهديني دايما في السريع، بتعملي اكله وكويسه جدا ومفيده وفي اسرع وقت. ناخد ده. تمام كده، ابتدي بقى ايه اقرب الخضار بتاعي واقرب السمك بتاعي. هاخد البصل سلايس كده، الاكله دي مفيده جدا وسهله، ممكن نحطها كمان تحت الاكل الهيلسي، تحت البند لو حد عامل دايت او حاجه تدخل تحت الوجبات ديت، ممكن تنوعي فيها. الدريسنج ديت حلوه للسمك البلطي لو هنشويه، لاي نوع سمك، للجمبري حلوه. بس كده هاخد بقى ايه جوليان كده او اي تقطيعه انت عايزاها. تمام، احنا اكيد كل زهق من اللحمه والفراخ والفراخ المحمره والبط والحاجات ديت شويه، احنا دايما متعودين اخر رمضان بنجري شويه ايه على الحته ديت الاسماك. والله وفي ناس بتقضي يوم فطار بيبقى فول وبيض وجبنه والبطيخ موجود الايام ديت، والكل بيقول لك ايه ده هنفطر كده. وبعد ما بتفطروا بقى احنا كلنا. طبعا احنا قرفنا وزهقنا، يعني بلاش قرفنا، نعمه ربنا مش بنقرف منها، بس زهقنا من الاكل
التقليدي اللي احنا بنعمله. انا هنا زي ما انتم شايفين خدت من الدريسنج، حطيت على الخضار بتاعي الدريسنج بتاعي، وهبتدي اخد كل سلايس اتبلها كده. انت ممكن كمان تعملي التتبيله دي وتحمريه بدقيق عادي ممكن. بس ثواني انا اجيب بس عود شبت كده نسيته. تاخدوا التتبيله دي تتبلي وتحمري بدقيق عادي، وممكن كمان تعمليه بفانيل بيض وبقسماط، هيبقى حلو جدا. يعني اهو وصفه بثلاث وصفات في قلب بعض. الشبت مع الاسماك بيدي تيست حلو قوي. انا كنت اقطع الجلافز مع الشبت. تمام كده، تمام كده يا كارول كده. هو مجرد ما تقطع وهو لسه فريش اخضر ادى ريحه كويسه. يلا بقى تعالي ناخد التانية. تمام. ممكن بقى كمان لو انت بقى يعني عايزة التست تاني اكتر، يعني حطي حبة زعتر ناشفين كمان في الدريسنج ديت مع الفريش. ده بيدي تيست وده بيدي تيست يعني. ما بس انا طبعا انتوا عارفين ان انا بميل اكتر للحاجة للفريش منه. تمام كده. يلا انتي بقى نازلة الشغل اعملي الخطوة ديت. عملتها في قد ايه؟ يعني احنا لسه طالعين هوا معاكو، لسه ما كملتش 5 دقايق وطبقي خلص. تمام اودي واجيلكوا. الجمبري برضو حلو جدا بالطريقة ديت، بس ما تكتريش السوا بتاعه عشان ما يجلدش. الجمبري والكاليماري لما بيتعرضوا للنار كتير بيجلدوا، فخلي بالك. زي ما قلت انا لغاية دلوقتي ما حطيتش اي دهون فيها، ممكن تدخل كده زي ما هي، بس انا هحط لها بالظبط زي ما قلت لكم معلقتين زيت. ادي واحد وادي التانية. تمام. فلما قلت هيلسي يبقى انا كده ايه صح. هبتدي احط سلايس ليمون كده عليها، وهجيب فويل وهكمرها. انتوا عارفين اللي متابعيني ليا شويه حاجات كده، يعني انا بحب الحاجه تبقى مستويه كويس، الحاجه تتكمر كويس، تنزل ميتها وتشربها. في بعض الحاجات كمان انا بضيف لها كمان شقشق ميه عشان اضمن ان هي مستويه كويس. لكن الحركه دي بتخليكي تضمني طبقك بيبقى طري مش ناشف. بناخد لون بس في اخر دقيقتين ثلاثه لما بنشيل الفويل. تمام. احطها على الفرن واجي لكم حالا. وادي الفلي بتاعي خلص. يعني زي ما قلت وجبه سريعه لاي ست بتشتغل، مفيده وكويسه جدا. نعمل ايه بقى تاني؟ نعمل ايه؟ نعمل الرز عشان يستوي. انا هحط دي لغايه تنزل المقادير على الشاشه. تمام كده. هتنزل حالا على الشاشه المقادير الرز بالجمبري. تمام. احنا ممكن نعمله بسمك تاني فليه، هقول لكم الخطوه بتاعته، لان احنا لو عملنا نفس خطوات الجمبري هيتهري مني، فانا هقول لكم الخطوه لو احنا عاملينه بنوع سمك تاني. بس هو افضل، المعروف ان هو افضل بالايه؟ بالسمك الجمبري. يلا حالا هتنزل المقادير على الشاشه. انا معايا جمبري ماشي، ومعايا رز مصري، معايا بصله، ومعايا كركم، ومعايا كزبره وكمون وملح، وطبعا زيت. يلا هقول لك تاني، معايا الرز ومعايا الجمبري ومعايا بصله هنفرمها او هنبشرها، ومعايا كركم، ومعايا كزبره وكمون وزيت والملح طبعا. يلا المقادير نزلت لكم اهيت، الحقوا صوروها. يبقى الجمبري والرز والبصله المفرومه والملح والكمون والكزبرة والزيت. يلا تعالوا بقى. هاخد البصلة وعايزة برضو افرمها. الرز السمك عموما اي بقى ايه اي طريقة ليه بيحب البصل كتير. ماشي. انا كده خدت البصلة بتاعتي وهحط لها حبة ملح. ساعات البصل لما تيجي تعمليها في الماشين ما بتبقاش ناعمه قوي، فحطي حبه ملح هتلاقيها بقت ناعمه معاكي جدا.
بمبرح. بصوا هي لو شايفين ناعمة جدا، وهو ده اللي انا عايزاه، ان هي تبقى ناعمة. وفي ساعات بقول لكم انا حابة ان البصلة تبقى خشنة شوية. ماشي، ادي الحلة، ونجيب الزيت. احنا شوية هنقعد نقلب ونتكلم شوية، لان انا هبقى عايزة احمر الزيت تحميرة محترمة. وقبل كده قلت خلي بالك البصلة لما بنحمرها في ثانية ما بين ان هي تبقى محروقة وما بين ان انا اخد التست اللي انا عايزاه. تمام كده، هروح اجيب ايه بقى، اقرب كده حاجتي جنبي. ماشي، ممكن كمان والمادة الدهنية على النار تحطي 2 ورق لوري، 2 حبهان، عود قرفة خشب لومي اللي هو الليمون المجفف الاسود، كل ده بيدي تست كويس للرز، رز السمك. تمام، يعني هو سخن تقريبا كده. انزل بالبصل، الرز مغسول ومصفي، والجمبري كذلك. في انواع رز ما بتتغسلش، انا قلت الموضوع ده قبل كده، بيبقى مكتوب عليها ان هي بدون غسيل، وفي انواع بتبقى عايزه تتغسل، وفي رزايه بتحس ان هي غامقه بتبقي عايزه تغسليها. ممكن نعمله كمان برز بسمتي. تمام، يعني ممكن نعمله برز بسمتي كمان، هيبقى حلو واخف. انا هنا البصله بقى بتاعتي كده تتحرك. جاي سؤال بيقول الرز بالثوم، انا عملته قبل كده رز بالبسمتي بالثوم والكركم. تمام كده النار. بصي يا ستي، بتجيبي الماده الدهنيه وبتحطي الثوم، وبتبتدي بعد كده بناخد لون ذهبي فاتح للثوم، بنزل بالرز وبحط بقى سواء كاري او كركم، او في ناس بتحط باودر زعفران. اتكلمت في حلقه بتاعتي الاسبوع اللي فات عن البودر الزعفران، ما بين الزعفران اللي هو الاصلي وما بين البودر. ماشي، او لون الزعفران. تمام كده، فهو كله بيدي نفس التست. الالوان الصناعيه اللي هي في المحلات بتاعت بيع مستلزمات الحلويات او غيره، دي بتبقى البصل دي بتبقى كويسه جدا ومش ضاره وامنه. فانتي في حاجه اسمها لون زعفران، ما لقيتيش لون الزعفران اللي هو اسمه صريح كده، بتجيبي اللون الاورنج او اللون الاحمر وبتدي تحطيه وبتقلبيهم، وتبتدي بعد كده تزودي معيار الميه. احنا عارفين ان الرز البسمتي كل كوبايه رز بسمتي عليها 2 كوباية ميه، عكس الرز بتاعنا المصري. وتبتدي تسوي، ظبطنا ملح وظبطنا الفلفل بتاعنا وتمام. الشبت بيتحط في اخر تقليبه. ماشي، وبنبتدي بعد كده نقدمه، وبنحط جرنيشن فوقيه شبت. تمام، انا بقى طبعا لسه قدامي شويه عشان البصله بتاعتي تحمر، فهطلع فاصل ومستنياكم. اهلا بيكم مره تانية. واضح ان انا عايزه فاصلين على الفاصل عشان اوصل للون البصله، بس هنقعد نتكلم مع بعض لغايه ما البصله بتاعتي توصل للون اللي انا عايزاه. قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم على رز البسمتي بالثوم والزعفران. ماشي، في رز سمك تاني، رز اللي هو العادي بتاعنا اللي احنا اتربينا عليه من زمان، اللي هو البصله بنحطها في ماده دهنيه برضو بنغمقها، بتبتدي تحط الميه على البصله تغلي شويه عشان تاخد اللون اللي انت عايزاه. تكوني غسل الرز ومصفياه، او زي ما قلت في انواع ما بتبقاش محتاجه غسيل، وتنزلي بيها بتظبطي ملح وفلفل وكمون وبس. ده الرز اللي احنا كلنا اتربينا ايه عليه. في رز كمان السمك المشوي اللي هو بالزيت الابيض، اللي هم اغلبيه، تحيه خاصه طبعا للسواحليه طبعا اساتذه في الاسماك، بيعملوه السمك المشوي بالرده، ويبتدوا يعملوا رز ابيض بالزيت عليه، برضو ينزلوا بالزيت ويشوحوا الرز ويغلفوه كويس، وينزلوا بميه وملح بس. ماشي، وفي ناس بتحط حبه زيت وترجع تقدح تاني بره حبه زيت وتبتدي تطشه عليه، بيلمعه وبيبقى شكله حلو قوي. ده كده دي انواع رز سمك. وفي حاجات تاني، وفي الحاجات الجديده بقى اللي احنا بنعملها ديت، اللي هي مش جديده قوي بس اللي احنا ايه ما تربناش عليها، رز بالجمبري ورز مش عارفه ايه ورز ايه، لكن انا قلت لكم الاساسيات في المشوي والرز العادي بتاعنا. تمام، بدا اللون البصله هي تاخد اللون اللي انا عايزاه.
وانا قلت جاي برضو سؤال ايه انواع السمك. انا جايبه النهارده السمك فلي بولتي فلي، ممكن اي نوع سمك تستخدميه، اي نوع فلي تستخدميه. قلت الدريسنج دي كويسه جدا كمان للجمبري، حلوه جدا لسمك البولتي، ممكن تدخليه الفرن وممكن تعمليه للبوري، فالدريسنج بتاعتي دي كويسه جدا. كمان مره كنت عملت، اول اتذكر ان هي اول حلقه ليا في مطبخ لايف، عملت الجمبري بالثوم وصوص المستردة برضو ده، لان المستردة معروفه ان هي في الانظمه الغذائيه للدايت كويسه، سهل جدا جدا. بتجيبي الجمبري وبتشطفيه كويس وبتحطيه في مصفى، وتبتدي تجيبي بوله ثوم مهروس وتحطي عليها مستردة، وتحطي زيت وخل وليمون، وممكن الامر ما يسلمش من حبه فلفل اسود، ممكن تحطي معلقه هريسه للي بيحبوا الاكل سبايسي. تمام، بسيبيها في الدريسنج بتاعها ساعه ساعتين. تمام جدا، بتجيبي القلايه بتاعتك وبتحطي فيها حبه زيت بساط قوي، معلقه زيت او معلقتين زيت يسخن، بس لازم يبقى الزيت سخن. تنزلي بالجمبري بتاعك، ماشي، الجمبري تقريبا ما بياخدش وقت على النار، لان زي ما بقولك كل ما بتزودي عليه النار كل ما بيجلد، فهو تقريبا مجرد ما لونه بيتغير يمين وشمال بتقلبي، ما تقعديش تقلبي كتير، ماشي كده خلاص لونه غير، كده خلاص هو استوى. بنديله حبه شبت من فوق الوش وطبق في منتهى الجمال. وزي ما بقول لكم هو غالي عليا عشان اول حلقه ليا عملتها في مطبخ لايف، كنت عامله الطبق ده، وكنت عامله معاه الرز اللي هو بالثوم، والشبت برضو اللي انا قلت لكم عليه من شويه بالرز البسمتي. ممكن طبعا برضو زهقته، صح، البصله هي بدات تاخد اللون اللي انا عايزاه. ممكن كمان الرز بتاعي النهارده ده قلنا ممكن نعمله برز بسمتي. في ناس ما بتعملش كمان جنب الاسماك بقى رز، بتعمل باستا، ماشي، فبرضو بيبقى على حسب الذوق. الباستا اللي هي بالجمبري كمان حلوه قوي، ممكن انا مفروض والله كنت عملتها بس مش عارفه جايه جد دلوقتي الفكره معايا. وعموما احنا في اواخر رمضان هنبتدي شويه نلجا للاسماك، والعيد داخل برضو ناس كتير قوي بتاكل سمك، فممكن نعمل الباستا بالجمبري او بالكاليماري ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي. بدا ياخد اللون، وهي طالما بدات تبقى ذهبي يبقى كده خلاص هاخد اللون الغامق اللي انا عايزاه بسرعه. تمام، زي ما قلت لو البصله اتحرقت منك ارميها، انت كده هتهدري في بصله ومعلقتين زيت، احسن ما تهدري بقى في الجمبري والرز. والبصل لما بتتحلق بتمرر، مش هتديكي غير رز مرر، ويبقى حرام هدرنا في الرز والجمبري. او والله لو رز بس من غير رز ساده من غير جمبري هيبقى حرام، فهي البصلايه تهدرها ان انت ترميها وتعملي من اول وجديد هيبقى اسهل واوفر من ما حرام تهدري الرز. البصل اهي مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، بدات تاخد لون جولد اهيت، انا عايزه لا اغمق عشان الرز يبقى بني. تمام، في ناس بتحط بقى في المرحله دي فص ثوم، بس احنا مش هنحط ثوم. الجمبري طبعا انا جايبه الحجم الصغير، وهو يفضل في السمك بالجمبري الجمبري الصغير، وبرده يفضل في الشوربه الجمبري الصغير. هي بقى دي الخطوه ديت اللي انا بقول لك عليها، ان انت حتى لو سايبه البصله وراحه جايه عليها وانت بتعملي حاجه، لما توصل للون ده لازم تبقي واقفه كده. و تابعي معايا، لا ما ينفعش يعني ما ينفعش نعمل الرز الابيض بالجمبري دوت، لا يعني مش هينفع. هو الرز الابيض دايما بيبقى جنب الاسماك المشويه بالرده، ماشي، في ناس بتحب تشوي سمك مش متنظف، وفي ناس بتحب تشويه متنظف وتبقى مجهزه بقى الدقه التوم والخل والكمون والكزبره، وتبتدي كل سمكايه بتطلع من على الجريل تبتدي تحط ايه التتبيله عليها وهي سخنه. انا كده خلاص اهوت، تمام، البصلة بتاعتي كده، انزل بالجمبري. انزل بقى كده شوية، تمام، ابتدي
هبتدي بقى احط بس حاجه على النار عشان احط له ميه سخنه، وابتدي اجيب بقى كل التوابل اللي انا قلت عليها اللي هي ايه، الكزبره، الكركم، واختياري الكركم اختياري تمام، والكمون. في ناس بتعتمد كمان بتحط مكعب مرق، هتقولي مرق ازاي دجاج ومع سمك؟ لا هو مجرد تيست، يعني انا من الناس برضو اللي بقولك لا، يعني مكعبات المرق دي تيست زي التوابل، كاني بحط نوع توابل. انا هنا بس هستنى الثانيه بس عليها وابتدي احط الرز بتاعي، واخلي مقدار الميه اخر حاجه، انزل بحبه ملح، ممكن كمان تعملي الخطوه ديت وتشيلي نص الجمبري بره وتسوي النص التاني عشان ينزل الصوص بتاع الجمبري في الرز، وتاخدي تيست الجمبري في الرز وتبتدي تعملي بيه جرنيشه، بس احنا هنخليه ببركته كله جوه الحله. تمام، ادي الرز بتاعي. انا ليه عملت كده؟ عشان اتبل، اغلف الرز في الماده الدهنيه، وكل ما بنغلف الرز في الماده الدهنيه كل ما بيبقى مفلفل. تمام، لو واخدين بالكم هو الرز واخد اللون من الكركم وخد اللون من البصله. تمام، حالا هنحط الميه. انا عملت الفليف في وقت اسرع، فلازم نمسك الدنيا يعني كده، يعني عشان ايه هعمل ايه في الحلقه؟ طيب انا لازم اقعد اقلب شويه كده اهو. تمام، يلا نلحق نحط الميه بتاعتنا علشان الحق اكمل ويلحق يستوي وافنشه معاكم. تمام، كل كوبايه عليها كوبايه. حاسه ان انتي الدنيا هتعجن منك، طبعا مش يعني للبنانيت الجديده في المطبخ، خلي الموضوع اقل. حسيت ان هو محتاج ميه، ميه في الكاتل او زي ما انا عامله كده، وتبتدي تزودي بس ميه سخنه، لازم تبقى ميه سخنه، اوعي تحطي ميه بارده. والمحشي، في تسويه المحشي، في ساعات مره، كم مره على الصفحه واحده اتكلمنا مع بعض شويه قالت لي المحشي وبيعجن مني، لا اما بيبقى موحد لا اما مش عارف ايه، فخليكي في القليل طالما هتعرفي تعالجي، بس تزودي شوربه سخنه او ميه سخنه. تمام كده. وبرده موضوع التوحيد ان المحشي يبقى موحد، يبقى مستوي من ناحيه ومن ناحيه تاني ني. بصوا بقى هقول لكم حاجه، بس احنا هنجيب حله عشان ايه نمثل عليها، بس نغطي الرز ونتكلم على الحوار ده، دي هنمثل عليها بس. ماشي، يبقى كده ادي الرز بتاعي، هندور على الغطا بتاعه حالا. انت دلوقتي المحشي بتاعك سويتيه، رصيتيه في حلتك، كرنب، ورق عنب، مشكل، ايا كان نوع المحشي. الشوربه بتاعتي سخنه، ما عنديش شوربه، وانا قلت قبل كده فراخ، لحمه، بط، شوربه تحس ان هي محترمه تبرد، دخليها التلاجه، هتعمل طبقه بالدهون اللي فوق، هنشيلها بمقصوصه، ويبقى عندك شوربه خفيفه كويسه جدا. عايز تعملي حبه شوربه لسان عصفور، اي تطبخي بيها تبقى معايا. اكياس التلاجه اللي هي بتاعت اللبن السايب، وابتدي اعملها اكياس بمقدار معين، واعينها في الفريزر واسحب منها في توقيت انا عايزه اعمل حاجه وما عنديش بروتين. يلا حشينا حله المحشي بتاعتي والشوربه بتاعتي جاهزه. طب نفترض ما فيش شوربه، مكعب مرق مع حبه ميه على النار، بس زودي التست شويه، حطي حبه فلفل اسود، اتنين حبهان، واحده ولا لوري، كل ده بيدي تست كويس. ابشري بصلايه وحطيها فيها، ابشري طماطمايه وحطيها فيها، بس صفي من الشوائب دي عشان الشكل ما يبقاش وحش فوق المحشي. يلا حطيتي المقدار وخايفه يعجن منك، قللي وخلي الشوربه بتاعتك على النار تزودي منها. اهم حاجه الحله هي تستوي بتاعت المحشي وحطينا الشوربه، اهم حاجه تعملي ايه؟ تهزيها، تشيليها كده، ترجيها وتثبتيها وتهزيها عشان تتاكدي ان الشوربه دخلت في كل الحله، ما يبقاش نازله في ناحيه وناحيه انت رصه الكرنب او ورق العنب مضغوط وقريب من بعضه فالشوربه ما نزلتش فيها، فتهزي الحله وتتاكدي ان المحشي كله بيتهز معاكي، ده هيخلي المحشي معاكي ما يبقاش موحد وناحيه وناحيه زي ما ناس كتير بتشتكي. بلس برده في حاجه تانية للكرنب وورق العنب، ما تزنقيش قوي الصوابع جنب بعض، ادي براح، مش ادي براح واسع، بس ما تخليش الدنيا مزنقه عشان الشوربه تبتدي تتفاعل وتنزل في الحله كلها، دي برده حاجه تانية بتخلي الـ المحشي يوحد. تمام، بتعملي حله
فيها بدنجان. معلش هطول عليكم، لكن طالما اتكلمنا في حوار المحشي، حله فيها بدنجان. ساعات بيشتكوا ان البدنجان بيسود، هقول لك ليه بيسود، لانك بتنزلي بالشوربه سخنه عليه على طول. لو هتعملي الحله فيها بدنجان وفلفل، انزلي بالشوربه ناحيه الفلفل، لو فيهم كوسه انزلي ناحيه الكوسه والفلفل، تمام؟ يعني ما تحطيش الشوربه سخنه مباشره فوق البدنجان، هيسود. ثقي لو عملتي اللي انا بقوله لك ده، صباع المحشي البدنجان هيبقى ابيض زي ما هو، تمام؟ بتعملي محشي اسود برضو مع الابيض، ما تحطيش الاسود والابيض جنب بعض، عشان في لون الاسود بينزله فهيغمق لك الابيض، تمام؟ بتعملي محشي ابيض بس ومش حامله فلفل ولا كوسه معاه، يبقى من على طرف الحله ابتدي احط الشوربه السخنه بتاعتي عشان اضمن ان المحشي ما يسودش. طولت عليكم، بس معلش معلومات هي بسيطه وممكن انتوا كلكم عارفينها، بس برضو في لسه بنانيك جديده بتسمعني فهتبقى مفيده ليها، تمام كده؟ يلا نرجع بالحله اللي احنا كنا بنعمل عليها الاختبار. اقلبه بس تقليبه كمان، وهجيب الغطا بتاعها، ريحته تحفه، اللهم اني صايمه. ثواني بس نجيب الغطا نغطيه وننزل بقى بايه، نعمل بابا غنوج، ايه رايكم؟ يلا ننزل بمقادير بابا غنوج على الشاشه ونعمله مع بعض، تمام؟ يلا. انا عندي هنا بتنجان رومي، هتنزل حالا المقادير وهتكلم معاكم فيها. عندي بدنجان رومي، وعندي كمون، وعندي شطه، وعندي طحينه، وعندي ليمون وخل وثوم، تمام كده؟ يلا اقول لك تاني لغايه ما المقادير بتاعتي تنزل على الشاشه. معايا بدنجان رومي، ومعايا ثوم وطحينه وليمون وكمون وملح وشطه وبقدونس. يلا نقول كمان، هنقول اخر مره. يبقى بدنجان رومي، ثوم، طحينة، ليمون، كمون، ملح، شطة، بقدونس. ماشي؟ يلا بينا. تعالوا لي بقى تاني كده نجيب بقى حاجة نعمل فيها الخلطة بتاعتنا والخطوة بتاعتنا. ماشي؟ نجيب حاجة كبيرة شوية كده وأبص على الرز. ونوطي بقى عليه، يعني هو كده غلي، نوطي عليه. ريحة الكمون مع الجمبري تحفة. يلا تانية، نوطي الاتنين احتياطي لغاية ما اوطي بقى واشيك تاني كده على الرز بتاعي. يلا نطلع فاصل واستنياكم. اهلا بيكم مرة تانية. الرز بتاعي على النار، هروح بس اشيك على السمك بتاعي عشان لو تمام ابتدي اشيل الفويل عليه، وهنيجي بقى نقعد نتكلم على البدنجان شوية. تمام، هو تمام اهوت. نبتدي بقى ايه، طبعا انتوا فاهمين السمك الفليه يعني بيستوي بسرعه جدا، فهو كده تمام. لو خدت بالكم انا ما حطيتلوش اي سوائل، يبتدي بقى ياخد كده لون، ابتدوا فكروني كده بيه. ماشي، سهل وخفيف وحلو قوي للاطفال كمان اللي هم لسه بادية معاهم بالاكل، بس اكيد مش هنحط لهم كركم وتوم والكلام من ده، يعني ممكن تسلقيه وتهرسيه فمفيد جدا. يلا بقى تعالوا ايه نحكي شويه عن البدنجان البابا غنوج. زي ما قلنا البدنجان بنشتكي منه دايما عشان البذر. انتوا عارفين ان البدنجان يعني في ذكر ومؤنث وذكر، ماشي؟ يعني ليه، ماشي؟ دي بدنجانه يعني زي ما بيقولوا عليها دي الانثى، ماشي؟ الثانيه بتبقى اطول، دي مدوره، ماشي؟ دي ما هتلاقيها مش مبذره، ما فيهاش بذر خالص، ماشي؟ البدنجان اللي هي هتلاقي الخط دوت طويل ديت بيبقى فيها بذر وبتشرب زيت، تمام؟ فوانت بتنقيه بصي على دي. يلا اقول لك حاجه كمان، وانت بتنقيه امسكي البدنجانه الخفيفه خديها، في بدنجانه بتبقى تقيله ما تاخديهاش، تمام؟ ابعدي عن البدنجانه الحجم الكبير. فيبقى احنا قلنا كده نبص على هنا اسفله، والخفيفه خفيفه الوزن ناخدها، ما تفرحيش ان هي تقيله، وزي ما قلت يبقى ديت والخفيفه، تمام كده؟ انا بحب اشوي. في ناس بتحط البدنجان في الفرن بيبقى حلو وبتشوي بيبقى جميل ومفيش مشكله. انا ككارول انا بحب اشويه على النار، باخد تيست الشوي الحقيقي، بيبقى طعمه مختلف خالص عن المشوي في الفرن، تمام كده؟ فدي انا بدنجانه
جبتها وشويتها قبل الهوا كده، وحبيت ان انا اجيب لكم بدنجانه تانيه. بس لما تحطيها على النار بنبتدي تغزيها بقى كده، غزه بتطلع من الناحيه التانيه وتاخدي الناحيه التانيه نفس الغزه بس اربع ارباع وتحطيها على النار بتاعتك. ممكن تجيبي شياطه تبقى لشوي البدنجان، تمام كده على العين من فوق. صدقيني جربي اعملي واحده في الفرن وواحده على العين من فوق، بتاعت الفوق دي هتبقى تحفه. في حاجه كمان خطوه هقول لكم عليها بس انا مش هعملها النهارده، بس هقول لكم عليها. نجيب بس كده ايه شوكه، نجيب كل الاغراض اللي احنا محتاجينها من هنا. لما تيجي تعملي فول ماشي، ما تحطلوش زيت بارد، اقدحي الزيت على النار وحطيه عليه ماشي. وبابا غنوج برده حطي له الزيت بتاعه يبقى سخن على النار ماشي، بيغير. بصوا هي حاجات بسيطة بس فعلا بتلاقيها مغيرة التست خالص. يعني انا قبل ما انضفه لو الكاميرا بس تجيبه كده، شايفين ما فيهوش ولا بذرة، يعني البدنجانة بتاعتي ما فيهاش ولا بذرة زي ما انتم شايفين، لحم بس. فركزي بقى، احنا ستات بيوت شاطرة، ركزي في الحاجات دي. احنا كلنا بناخد خبرة من بعض، يعني انا باخد خبرة من زمايلي اللي معايا في البرنامج، وباخد خبرة من زمايلي في قنوات اخرى، احنا بنستفيد كلنا من بعض. اللي عنده معلومه كويسه يقولها، زي ما احنا بنطلع معانا ضيوف في البرامج في البرنامج معانا، بناخد خبرات. يموت المعلم ولا يتعلم. وبالذات المطبخ الشرقي بتاعنا مديكي مساحه قوي ان انت تلعبي وتزودي وتنقصي عكس المطابخ التانية. طبعا ديت ايه انا شوياها، بس يا سلام بقى لما تفضل على النار كده قبل الاكل وتبقى سخنة وتعمليها بقى وتحط لها زيت كمان سخن، تطش عليها الزيت كده، بتبقى تحفة. جربوا الفول زي ما قلتلكوا، حطوا عليه الزيت سخن هتلاقوه حلو قوي. وانا كنت المفروض انضفها قبل الهوا بس انا قلت عشان اتبع الخطوات معاكم. ادي كده، ادي الحاجة بتنجانة بتاعتي. تمام، نبتدي بقى ايه ناخد النص التاني، بس هعمل حاجه تانيه. هنضفها هي اصلا كده، مش هعمل الخطوه ديت، هشيل القشر من عليها. بابا غنوج من الحاجات اللي انا يعني دايما في سلطات بنشتغل فيها اقول ايه هتبقى حلوه قوي، حطيها في علبه ومعلقه ناشفه وبقعد اتكلم كتير كده. لا، بابا غنوج من السلطات اللي بتبقى فريش حلوه. تمام، ولو عندك حبه طحينه عينيهم في علبه، ولما تيجي تعملي بابا غنوج اكيد جددتي وقعدتي تدوير طبق الطحينه اللي فاض من الاكل وما رميتيهوش، وتحطي الطحينه معموله عليه. بدل ما انا النهارده هعمل، لان انا ما عنديش طحينه، انا هعمل له هحط له طحينه خام. لكن اعاده تدوير للطحينه اللي احنا عاملينها بيفيد كتير. طحينه بنبقى عاملينها جنب سمك او جنب مشويات وبتفيد، فهي دي اعاده التدوير الطحينه. وممكن على الفول برضو، والسلطه الخضراء على الفول برضو. يعني هو من الاخر انا عايزه اوصل رساله، ما ترميش حاجه. الرز بالخضار، رز ابيض مثلا عندك وانت عايزه تجدديه، كنت عامله فته او حاجه وعايزه تجدديه، بصلايه في ماده دهنيه وخليها جولد فاتح، وانزلي بقى بالبسله بالجزر بهريهم كويس، وسخني الرز بتاعك وانزلي عليه بالخضار. يبقى كده عملتي رز بالخضار وما رميناش الرز، وغيرتي واعملي بقى كفته جنبه، اعملي بانيه، اي حاجه هتبقى تمام. ادي كده البتنجانه بتاعتي، انا جايبه طبق كبير، مش يعني انا قصداها، يعني خلي بالكوا قصداها، مش قصدي حاجه، عشان ابتدي اقلب بس كويس والدنيا تبقى كويسه. يلا نجيب ايه جلافز، وعشان الثوم برضو انا قلت قبل كده الثوم الفريش احسن في السلطات، للدريسنج بتاع السلطات. يعني حتى لو بتستخدمي اللي احنا عاملينه فروزن في للطبيخ والحاجات ديت، للسلطات يعني الامر ما يستلمش، لازم يبقى عندك حبه ثوم فريش تستخدميهم فيها، لان التست بيبقى مختلف كلي وجزئي. انا عايزه ابشر الثوم واروح ابص على السمك. وطشه الملوخيه لازم توم فريش. والله بصوا التوم التاني بيبقى كويس، مش هقول لكم وحش، بس بيبقى تست افضل قوي بالتومه الفريش. تمام كده، تمام كده،
هنحط ايه بقى؟ انا هحط الطحينه خطوه برضو. هقول لكم حاجه، لما تيجي تعملوا سلطه الطحينه حطوا التوابل وزودوا الميه، واعملوا حساب ان انتوا لما هتيجوا تحطوا الليمون والخل هتربط تاني منكم. يعني هي تحت بند تسهيل بس. هنزل بالشطه، والشطه طبعا اختياري، وانزل بالكمون اساسي مش اختياري، وابتدي حبه ملح تمام، وابتدي بقى اخد ايه الطحينه بتاعتي. هبتدي بقى ايه اروح ايه ابص على السمك اضمن. انا عشان مش شايفه قوي نطلعه. لا احنا ممكن نسيبه كمان دقيقه ياخد لون تاني لغايه ما نخلص ايه السلطه الجميله بتاعتنا ديت تمام. يلا بقى انزلي بالليمون وانزلي بالخل. في ناس ما بتحبش الخل، حطي ليمون بس، والعكس يعني ايه شغال مش هيقول لا. يلا نودي الحاجات دي هناك، ونبتدي بقى نجيب ايه حبه زيت. ده الزيتون بقى، اي زيت عندك. للناس اللي عامله دايت ممكن تقولك لا انا مش عايزه زيت، مفيش مشكله. بس انا مش فاكره حطيت ملح ولا لا، بس هنحط قليل. ماشي، تمام. نجيب بقى حبه بقدونس كده، الخضره دي بتبقى حلوه جدا في السلطات عموما. اجيب بس بوله وابتدي بس كده ايه اعمل كده بس، اقطعه واقول لكم هعمل ايه. بدون افكار بقى، عايزين ايه في العيد، في حلقات العيد شاركونا زي ما احنا متعودين منكم. يعني انا وشاب ودينا بنحب نرضيكم دايما. تحيه ليهم كل سنه وزمايلي الاعزاء بخير. نبتدي بقى كده ايه ننظف هنا كده مكاني. نروق كده مكاننا كده يعني، عشان ما تلاقيش الدنيا ايه باظت منك. مش عارفه ايه رايكم، نحطه في الاسود ده؟ نحطه في الاسود ده. هاخد حبه هنا كده جواه. في بعض الدول بيقولوا عليه متبل مش بابا غنوج تمام. نبتدي بقى كده ايه اي حركه كده جنبه. ماشي، يعني حبه زيت فوق الوش مش هيقول لا تمام. ابتدي بقى ايه احطه على المائده بتاعتي. يبقى كده بابا غنوج. اروح ابص بقى على السمك. اسرع صنايعة سمك في الوجود. الف هنا يا رب. ابص على الرز. في معايا وقت بقى نعمل العصير؟ انا هقول لكم على خطوات العصير لان للاسف ضاع الوقت مني. بس اغرف الرز بتاعي. وهقول لكم العصير اعمل ايه تمام. مش عشان انا عاملاه والله، بس الريحه جامده واللون بتاعه حلو جدا، مش غامق ومش فاتح. زي ما قلت حابه تاخدي حبه جمبري كده على جنب وتحطيهم في البوله من تحت وتغرفي عليه الرز بالجمبري، شغال برده مش هيقولك لا. بس انا قلت بقى خليه ببركتها، كل واحد وحظه.
يا رب يكون النهارده اليوم عجبكم. كان تغيير شويه، اكسري الروتين زي ما قلت لك بتاع اللحمه والفراخ والبط والحاجات ديت. كل يوم جبنه وبطيخ، اعملي طبق فول حلو، يعني مش لازم الفول على السحور بس يا جماعه، ماشي، طبق جبنه بالطماطم، نوعي البطيخ الموسم بتاعه ويجنن البطيخ الفتره ديت. واحدة اقول لكم تكات ازاي تختاري بطيخه كويسه، اجيب بطيختين كده واعمل لكم تيست هنا في الاستوديو مره. احنا نعمل بس كده، جيب الطبق بتاعي، طبعا انتوا مالكوش لازمه، هو دول المفروض كان يتحط فيهم عصير. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده ادي كمان الرز بالجمبري بتاعي، وادي سمك الفليه، وادي طبق بابا الغنوج بتاعي. انا هقول لكم بسرعه الخلاط، انا معايا الليمون بتاعي ومعايا السيرب النعناع ومعايا سكر ومعايا مكعبات ثلج وميه وليمون، ماشي. ابتدي احط معايا كوبايه مياه غازيه، ابتدي اخدهم كلهم في الخلاط واصفيهم. المياه الغازيه اختياري، بس التكه بتاعت عصير الليمون اللي انا احب اقولها لكم وانتوا طبقوا بقى الباقي احب اقول لكم عليها. الليمونه اهي زي ما انتوا شايفين صحيحه، ماشي، بنقطع من هنا وبنقطع من هنا، ده اللي بيبقى فيه المراره. حطي كله في الخلاط واعملي احلى عصير هيليق مع الوجبه بتاعتي النهارده. النهارده كان معايا الرز بالجمبري ومعايا فلي بالزعتر والخضار ومعايا بابا غنوج، سفره مختلفه شويه في رمضان. سعدت بيكم وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.